كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم عن أن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي مهدد بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 20,000 جنيه وفقا للائحة العقوبات، وذلك في حالة إذا ثبت بالفعل أنه تعدى على شاشة الفار في مباراة المصري وأسوان. وقال المصدر بحسب المادة 99 من لائحة المسابقات يمنع ويحظر بشكل نهائي على اللاعبين والأجهزة الفنية الاقتراب من منطقة المراجعة الخاصة بحكم الفيديو المساعد التي تحتوي على الشاشة الخاصة بإعادة اللعبة. وأوضح أنه من يخالف ذلك توقع عليه العقوبة الموضحة بقائمة العقوبات بخلاف العقوبة الإدارية الخاصة بالحكام. وأكد أن المادة 3 من لائحة عقوبات الموسم الجاري تنص على أن أي سلوك غير رياضي من أحد عناصر اللعبة تجاه الحكام أو أحد مساعديه أو أحد منظمي المباراة يعاقب بالإيقاف لمدة 4 مباريات على الأقل مع غرامة مالية قدرها 20,000 جنيه. ومن جانبه نفى حسام حسن قيامه بتحطيم جهاز الفيديو خلال مباراة أسوان في الدوري وطالب بوجود الدليل على تحطيمها.